كلاعب رئيسي تتواجد الصحافة المصرية خلال استحقاق الانتخابات الرئاسية القادمة والتي ستجري يومي 26 و 27 من الشهر الجاري. ومن هذا المنطلق يتبلور الدور المحوري للصحافة بكافة أشكالها مقروءة ومسموعة ومرئية في توجيه الجمهور نحو المشاركة بكثافة في الاستحقاق الرئاسي، وأيضا المراقبة على الأداء الانتخابي بصفتها سلطة رابعة ومرآة للحقيقة. رئيس الوزراء أشاد في كلمة له خلال احتفالية أقامتها مؤسسة الأهرام للاحتفال باليوم العالمي للصحافة، أشاد بدور الصحافة والإعلام وما قدمه للمواطنين من تبصير بالحقائق رغم الحوادث الإرهابية. ومن هنا تبرز التحديات والمخاطر التي يتعرض لها الصحفيون خلال تجمعات جماهيرية التي تتحول في بعض الأحيان إلى اشتباكات. نقابة الصحفيين أكدت على سعيها دائما إلى حفظ حقوق الصحفيين والإعلاميين ومساندتهم قانونيا وحقوقيا وإعلاميا ومساعدتهم على أداء رسالتهم السامية من خلال ضمان توفير بيئة إعلامية حرة ومستقلة قائمة على تعددية تضمن أمنهم أثناء تأدية مهامهم. ويشار إلى أن معدلات الأمن والسلامة المهنية للصحفيين المصريين تراجعت بشكل ملحوظ، مما أدى إلى سقوط 12 شهيدا للصحافة منذ ثورة 25 من يناير، بالإضافة إلى المئات من حالات الاعتداء البدني واللفظي. إيمان مدحت، النيل. مساء الخير مرة تانية مشاهدينا الكرام، بنرحب بحضراتكم في أولى حوارات من القاهرة هذه الليلة. يمكن الحوار الأولاني مع حضراتكم عن ملف الصحافة المصرية وإدارة العملية الانتخابية. الانتخابات الرئاسية القادمة هي انتخابات قوية، العالم كله بينتظر نتائج هذه الانتخابات، وقبل النتائج بيتابع فكرة إدارة العملية الانتخابية من الأساس. الصحافة دائما هي مرآة المجتمع، بتعكس الواقع بشكل أو بآخر. الحقيقة يمكن التنوع الصحفي المصري الموجود في مصر حاليا بيسمح بمساحات واسعة من الحرية المطلقة في التعبير عن الآراء المختلفة وعرض وجهات النظر المختلفة. هذا الحوار متعلق بإدارة العملية الانتخابية من وجهة نظر الصحافة المصرية. اسمحوا لي أرحب بضيوفي في الاستوديو في هذا الحوار، أنا وزميلتي ريهام بالتأكيد، الأستاذ عماد الدين حسين رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الشروق، الأستاذ علاء حيدر رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. أهلا وسهلا. أهلا بحضراتكم. ابتدي مع حضرتك استاذ عماد، ويستوقفني تقرير لمنظمه فريدم هاوس الامريكيه بتنتقد فيه اوضاع الصحافه وبتقول ان ربما يعني العام الحالي هو الأسوأ خلال العقد الاخير بالنسبه لحريه الصحافه في اكثر من دوله، واخذت على سبيل المثال او ابرز هذه الدول هي مصر وتركيا وغيرها. يعني ايه دلاله ده بالنسبه لحضرتك استاذ؟ دلاله سيئه وحزينه. يعني انا ما يهمنيش ان اللي قايل هذا التقرير فريدم هاوس، يعني بعض الناس بيبقى لهم انطباع سيء ان في منظمه امريكيه خصوصا فريدم هاوس، لكن ما يشغلني كصحفي مصري وكمواطن مصري ان هل هذا الـ يعني التقرير حقيقي ام لا. للاسف الشديد هو حقيقي. في وقائع نحن صرنا يعني من أسوأ ثلاث دول في عدد الصحفيين، في يعني مع سوريا ومع العراق وبعدين تركيا اظن. الاوضاع شفنا عدد كبير جدا من الصحفيين بيقتل، في البعض بيصاب، بغض النظر من السبب هل هو الشرطه ولا الاخوان، بس في واقع ان الحريات الصحفيه في مصر تتعرض لمشاكل حقيقيه. حضرتك بتشوف ان في مغزل تزامن صدور التقرير ده ومحتواه اللي بيثير القلق حول الموضوعيه المفروض تتسم بها الصحافه؟ انا ما بحبش الامريكان، واحنا في خطوات ورأي ان الامريكان متربصين بينا، رايي الشخصي ماشي. لكن المناسبة هو أنه اليوم العالمي للاحتفال للصحفيين اللي هو مقرر من سنة 92، فالتقرير ده بيصدر في ذكرى سنوية. لا أنا ما أقصدش أن في عمد مش نظرية مؤامرة، لا أنا سؤالي الحقيقة أقصد أكتر يعني إزاي ده ممكن يلقي بظلاله أن يبقى فيه قلق من الأداء اللي هيكون عليه الإعلام في فترة حرجة وانتخابات رئاسية مرتقبة. تمام. انا بس الجزء المهم، انا مش عايز يشغلنا انه الامريكان ولا البريطانيين ولا الهنود بيقولوا ايه علينا. احنا خلينا نهتم ان احنا نبقى كويسين، ولو عندنا مشاكل في الاعلام نعالجها، عشان ان ده الطبيعي نعالجه بغض النظر ان ده هيبسط الامريكان ومش هيبسطهم. لانه بعض الناس بيقولوا الامريكان بيضغطوا عشان يبقى في حريات صحفيه. طب يا سيدي انا محتاج انا يبقى عندي حريات صحفيه. حتى هو لو الامريكان ما ضغطوش
هنعمل قمع صحفي؟ احنا محتاجين يبقى في حريات صحفيه، لان الحريات الصحفيه وحريات التعبير هي افضل وسيله تساعد اي حاكم عادل على انه يشوف مواطن الخلل. صحيح. وبيبقى دايما في مشكله صغيره، ازاي تعملي حريات صحفيه وحريه تعبير وفي نفس الوقت لا تجعلي هذه الحريات تساند الارهاب او تدعم الارهاب او تبقى وسيله لتمكن الارهاب انه يتغلغل على سبيل المثال، او انه يبقى في قوى معارضه ومعاديه زي ما حدث مثلا فيما يتعلق بقناه الجزيره. احنا المطلوب مننا ان احنا نشوف افضل الوسائل ان احنا نوفر حمايه للاعلام عشان يمارس دوره بطريقه محترمه وبطريقه جيده وبطريقه مهنيه. عجب الامريكان ده وما عجبهمش مش القضيه بتاعتنا. احنا مش هنعمل حريه صحافه عشان نرضي الغرب، مش هنعمل حقوق انسان عشان نرضي الغرب، احنا عايزين نعمل حقوق انسان ويبقى عندنا حقوق انسان وحريات وحريه تعبير بالاساس وحريه اعلام عشان احنا شعب يستحق ذلك بغض النظر عن ده صداه بره ايه. طيب استاذ عماد، يمكن هي فكره حريه الصحافه او حريه الاعلام موضوع مطروح للنقاش مع سيادتك، ولكن اسمح لي هنتقل مع الاستاذ علاء. بدا سباق الانتخابات الرئاسيه ينطلق بشكل كبير جدا مع بدايه الحملات الاعلاميه للمرشحين. في تقديرك انت الاليات التي يجب ان تتابعها الصحافه او تتبعها الصحافه في متابعه الانتخابات الرئاسيه القادمه، يعني فكره متابعه الصحافه هل هتكون متابعه زي اي انتخابات سابقه، ولا في تقديرك ان الامر يختلف لأنها تأتي بعد ثورات هامة بالنسبة للشعب المصري؟ بالقطع هتكون مختلفة تماما، وأعتقد أن الحيادية لابد أن تكون بين الاثنين. الاثنين لو قرناهم ببعض هنلاقي كل واحد فيهم له دور وطني وقومي كبير. قطعا المشير السيسي يمكن خلفية عسكرية قد تميزه قليلا، يعني قليلا وكثيرا في الأجواء الحالية بالنسبة لمصر بتتعرض طبعا زي ما احنا عارفين لمؤامرات خارجية وداخلية. لكن احنا في وكالة أنباء الشرق الأوسط لم نتلقى حتى الآن، وهي وكالة مصر رسمية قومية، لم نتلقى اي تعليمات من اي حد من الحكومه بان ننحاز الى احد من الى احد المرشحين، لدرجه تتلقوا بالتاكيد هي الفكره لا انا عايز اقول ان يعني هو حتى لغايه دلوقتي ما حدش عايز حتى يتصل بينا يقعد معانا ونتكلم، يعني عايزين نقابل المشير السيسي او بتاع مش عايز حتى يتصل بينا. فحاجه غريبه جدا، هو يعني بيعطي الاولويه، انا شايف دلوقتي الاعلام المستقل شويه عن الاعلام القومي. هل هو عنده برضه يعني حساسيه خوفا من ان يقال انه يستغل الاعلام القومي في الحمله الانتخابيه بتاعته؟ لكن حتى الان بجد لغايه دلوقتي احنا بنحاول ان احنا نتصل بوكاله انباء الشرق الاوسط او حتى الصحف القوميه كلها، ما فيش صدى لغايه دلوقتي. هو طبعا امبارح قابل بعض الاعلاميين، والنهارده قابل برضه ابراهيم عيسى ولميس الحديدي، وبكره هتطلع في القنوات الفضائيه. حتى التلفزيون المصري اعتقد هو هيعمل لقاء، بس برضه لغايه دلوقتي هو بدا بالمستقل بالظبط بالمستقل، والظاهر هو عنده حساسيه كبيره جدا. اتصال خلال يومين ثلاثه للقاء، بقول لك هتتلقى اتصال خلال يومين او ثلاثه للقاء مع رؤساء تحرير الصحف. جميل جدا. طب جميل جدا. لكن احنا بمجرد انباء الشرق الاوسط عموما عملنا مجموعات عمل، عملنا ثلاثة شباب من افضل الشباب بالنسبه للسيسي، وثلاثة شباب من افضل الشباب بالنسبه لحمدين صباحي، بنتابع الاثنين. ادينا مجلس التحرير ادينا تعليمات الى مكاتبنا في الخارج على ان يكون التغطيه الاعلاميه لدى الجاليه المصريه في الخارج موحده بين الاثنين، ان تكون ردود الافعال التي تخرج على مواقفهم بالنسبه للسياسه الخارجيه موحده. طبعا السياسه الخارجيه هتبقى مهمه جدا بالنسبه لنا، احنا هنبدا نعمل مقارنه بين الاثنين بس بصفه موضوعيه عن مواقفهم للسياسه الخارجيه، السياسه الخارجيه دي طبعا مهمه جدا. طبعا في الداخل هما الاثنين بيتكلموا عن انحياز الغلابه، لكن في الخارج طبعا احنا شفنا في دلوقتي الدول العربيه بالذات الخارجيه بتنحاز الى السيسي، مش ضد حمدين، هي بتنحاز الى السيسي، بتعتبر ان السيسي بموقفه ضد الاخوان المسلمين او ان هو اطاح بالاخوان المسلمين من مصر، حط لهم، هم كانوا يتخوفوا جدا انه لو نجعل الاخوان المسلمين في مصر ان يدوروا على الخليج ويتم تقسيم الخليج، خاصه السعوديه تخشى كثيرا جدا، لان هناك برضه مخطط للسعوديه اللي هو مكة والمدينة دولة لوحدها و15 16 إمارة على الخليج اللي هي الغني بالبترول، فهم عايزين يفصلوا الأماكن الدينية المقدسة الإسلامية عن الأماكن البترولية. فطبعا السعودية عندما بتقول إن كل من المرشحين ليه تاريخه الوطني وليه ثقل لا ينبغي إخفاله، اختصار المنافسة في اثنين من المرشحين فقط في سباق الانتخابات الرئاسية المصرية، حضرتك بتشوف العوامل دي بتزيد المسألة صعوبة بالنسبة للمتابعة الصحفية وتحري الموضوعية، وأنها قدر الإمكان تكون في فترة المنافسة على مسافة واحدة من والله كلا المرشحين؟ والله الكلام ده برضو لحد ما، بس أنا عايز أقولك أن الاثنين بيحترموا بعض والاثنين أخلاقهم، يعني الاثنين لسانهم. لا أنا بكلم على الصحافة، يعني تغطية صحفية، فكرة التقارب
في الاحترام الشعبي، تقارب في التاريخ اللي يعني ثري باعماله بمليون ليه طابع وطني مهم جدا. وفكره ان هم اتنين مرشحين فقط، ده هيخلي التحدي اكبر بالنسبه ان هو هيخلي الصحافه ما تتوسعش قوي ويبقى في تركيز اكتر طبعا بين الاثنين. لكن بقول لحضرتك طبعا هو النهارده يعني انا عايز اقول انه بالنسبه لعبد الفتاح السيسي احنا مش يمكن مالوش تحركات كثيره خارج الاطار، لان طبعا هناك مستهدف قطعا اكتر من حمدين صباحي. حمدين صباحي بيستطيع ان يخرج اكتر منه، فيمكن دي هتسهل الناس اللي بيغطوا الحمدين صباحي اكتر. لكن السيسي برضو عن طريق النت وعن طريق التكنولوجيا الحديثه اعتقد برضو انه يستطيع ان يتواصل مع لا بس المشير الإعلام. هيخرج برضو يعني هيخرج هيعمل لقاء هيخرج طبعا 100%، بس هو اعتقد ان هو هل يكون برضو حمدين؟ ما ممكن جدا حمدين يستهدف يعني ممكن يستهدف يعني لكي السلامه بشكل عام لكل المرشحين. استاذ عماد، فكره الحيادية والموضوعية يعني بأمانة شديدة جدا، وأنت رجل متخصص ومهني في هذا الإطار وجريدة الشروق من الصحف المستقلة، يعني آلية تطبيق فكرة الحيادية والموضوعية في الحالة المصرية فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية بشكل مطلق، يعني ده ممكن تطبيقه بنسبة 100%؟ لا أها. يمكن تطبيقه بنسب مختلفة. بطبيعة الحال لا يوجد شيء يعني في عرفي على الأقل لا يوجد شيء اسمه حيادية في الصحافة أو في الحياة عموما. أها. هناك موضوعية، يعني التعبير الأدق ربما يكون هو الموضوعية. طيب إذا ما أخذنا الحالة المصرية المتعلقة بالمشير عبد الفتاح السيسي والسيد حمدين صباحي في الانتخابات الرئاسية القادمة، فكرة الموضوعية قياسا على المزاج العام في الشارع المصري للموضوعية بقى أه. غالبية الصحف المصرية أدائها أفضل بالمقارنة بالانتخابات اللي فاتت وأيام حسني مبارك كلها. تمام. ليه؟ لأن حضراتكم سألتوا الأول سؤال وهو وجود مرشحين اثنين، المرشحين الاثنين ده عامل مشكلة حقيقية. صحيح. مشكلة لأن أنت عندك خيار يا هنا يا هنا. قبل كده كان فيه مجال، كان فيه 13 مرشح في الانتخابات الماضية، كان فيهم خمسة على الأقل مصنفين كبار. طبعا كان فيه مساحات واسعة من الآراء. وبالتالي كان فيه أخبار كتيرة جدا. أحد المشاكل اللي واجهت صحف كتيرة بما فيها الشروق إن حملة المشير السيسي كانت يعني فيما يتعلق بإنتاج الأخبار قليلة. لأن المسألة مرتبطة بأمنه والمشير لا يخرج كثيرا. حمدين صباحي كان عنده تدفق في حملته وأنشطة كثيرة جدا، فأنت بتواجه مشكلة أنه كان بيجي عندنا في الشروق وعند أظن صحف كثيرة تانية عندي مادة كثيرة أول حملة حمدين صباحي ومادة قليلة، ولو نشرت بحجم ما هو متاح يبقى أنا منحاز لحمدين. فبالتالي كنا نسعى قدر الإمكان أن احنا نحاول نعمل توازن، الصورة دي قد الصورة دي والخبر ده قد الخبر ده. الانتخابات دي انتخابات استثنائية.